أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. أغلق سعر خام البصرة الخفيف على انخفاض، بينما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا تقترب نسبته من 1%. وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72 دولارا و43 سنتا للبرميل الواحد بانخفاض بلغ 4 سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.6%، بينما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 60 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.9%. انخفضت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد. وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 1480 دينارا عراقيا مقابل الدولار الأمريكي، بعدما سجلت يوم الخميس الماضي 1479 دينارا مقابل الدولار. يأتي هذا فيما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 1485 دينارا مقابل الدولار، بينما بلغت أسعار الشراء 1475 دينارا. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 3 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بالبصرة. وذكر بيان الهيئة أنه من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية وبعد التدقيق على الحاويات المذكورة، تبين أنها تحتوي على شواصي دراجات لم يتم التصريح بها مخبأة داخل المواد المصرح بها. يشار إلى أن المنافذ الحدودية تشهد عمليات تهريب لمختلف البضائع بإشراف تام من الميليشيات التي تسيطر على غالبيتها. قال مدير قسم النخيل في مديرية زراعة البصرة عبد العظيم كاظم أن قلة المياه الواصلة إلى شط العرب وارتفاع نسبة الأملاح فيها أثر سلبا على بساتين النخيل التي تسقى بظاهرة المد والجزر. وحمل كاظم الحكومات المتعاقبة ما وصل إليه قطاع النخيل من تراجع كبير وملحوظ بسبب حصر الاهتمام بالثروة النفطية وإهمال الزراعة، مؤكدا أن المعالجة الحقيقية تكمن في تحسين نوعية المياه، وهذا عمل يتطلب جهدا حكوميا وتعاونا دوليا، حيث يبلغ عدد نخيل البصرة حاليا نحو 2,800,000 نخلة، في حين تقدر حاجة المحافظة إلى زراعة 1,000,000 فسيلة سنويا لتعويض ما فقدته من أشجار النخيل. امتدت الطوابير أمام محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية وسط تزايد شح مادتي المازوت والبنزين. وقالت المديرية العامة للنفط في لبنان أنه يجب على المستوردين والمنشئات النفطية توريد الكميات المخزنة من الوقود التي اشتروها بسعر الصرف الأصلي البالغ 3,900 ليرة للدولار، بينما يتجاوز سعر السوق السوداء 21,000 ليرة. يأتي هذا في الوقت الذي تترافق فيه أزمة الوقود مع مشكلات في تأمين الخبز والتقنين القاسي في الكهرباء العامة، إضافة إلى الغلاء المتصاعد وانهيار العملة المحلية أمام الدولار. أعلن فؤاد أغطاي نائب الرئيس التركي تخصيص السودان 100,000 هكتار من الأراضي الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا. أشار أغطاي خلال مشاركته مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في اجتماع تشاوري مصغر مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في أنقرة. أشار إلى أن المباحثات بين البلدين أسفرت عن توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام، ولفت إلى وجود استثمارات تركية بقيمة 314 مليون دولار، فيما تنفذ الشركات المقاولة التركية 90 مشروعا في السودان بينها 20 مشروعا خلال العامين الماضيين. إلى اللقاء.